السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من ساعة صباح نتابع فيها. اللعب مع الأبناء ترفيه وتسلية، تربية سليمة. فمتى يكون اللعب مع الأبناء مفيدا تربويا؟ وأي الألعاب أفضل، الذكية أم الحركية؟ متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، متى كانت آخر مرة قمتم فيها باللعب مع أبنائكم؟ وما في رأيكم كيف نستثمر اللعب في صقل شخصية الأبناء وتعليمهم القيم الحسنة؟ شاركونا بالآراء والاستفسارات حول مزايا اللعب مع الأبناء عبر صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر، فضلا عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستغرام. إن كان اللعب يجمع الكثير من الإيجابيات كالترفيه وتجديد النشاط والاسترخاء، فإن اللعب مع الأطفال خصوصا له إيجابيات أكثر، فمن خلاله يمكن زرع قيم طيبة في نفوسهم وبناء رصيد من الذكريات السعيدة يلتجئون إليها في مستقبلهم. إلا أنه في عصر الأجهزة الذكية والتطور التقني صارت معظم الألعاب فردية، وتراجعت الأوقات التي يقضيها الوالدان مع أولادهما، كما قلت كثيرا الألعاب الحركية وتلك التي تعتمد على التواصل المباشر. في حلقة اليوم من ساعة صباح سنتحدث عن قيمة اللعب مع الأبناء ومشاركتهم لحظات الترفيه، وسنحاول أيضا أن نفصل أو أن نفصل في المميزات التربوية التي يمكن استخلاصها وقت اللعب. نحاول أن نقنع أبناءنا بترك الأجهزة الإلكترونية التي يعتبرونها ملاذاً ممتعاً للعب، ولكن هل فكرنا ما هو البديل لتلك الأجهزة؟ أو حتى سألنا أنفسنا لماذا تعلقوا بها ومتى آخر مرة لعبنا معهم؟ كانت من حوالي سنة ونص بس وأنا صغير، يعني من شهر. عندما تسأل طفلاً ماذا تفضل أكثر، اللعب بجهاز إلكتروني أم مع والديك، ربما تفاجئك الإجابة. لا، مع أبويا ومامتي. لا، معهم طبعا. لا، بفضل مع أبويا ومامتي. بلعب على الكمبيوتر. بلعب مع مامتي وبابايا عادي، بيبقى أحسن. بابا وماما. لا، ألعب مع بابا وماما. لا، مع بابا وماما. ها قد عرفت أن اللعب معك أكثر متعة، وأن هناك من ينتظرك لتبدأ استعادة الطفل بداخلك. ولكن ماذا ستفعل الآن؟ ما هي تلك اللعبة التي ستبرع فيها؟ لو بحثنا عما نتذكره من طفولتنا ستقفز صورتنا ونحن نتسكع خلف الستائر في لعبة الاختباء، أو تلك الدقائق التي قضيناها على ظهور آبائنا. ربما نشارك أبناءنا أوقات المذاكرة والطعام بكل حماس، فماذا عن أوقات المتعة؟ ما أسعدهم ونحن ندفع أرجوحتهم لتطفو عالية تعانق السماء. لن ينسوا حقاً تلك اللحظة التي شاركناهم تعلم حركة جديدة، أو تلك التي صنعنا فيها لعبة وتقاسمنا ابتسامة. نحتاج أن نحافظ على وقت للعب، وأن نراه ليس مجرد وقت نضيعه، بل وقتا نملأه بالذكريات الجميلة ونبني فيه الحب في قلوبهم. إذن هو بناء الحب وبناء الذكريات الجميلة التي ستبقى مع أطفالنا. للحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستوديو الأخصائي النفسي والتربوي أستاذ تامر جمال. أهلا بكم أستاذ تامر معنا اليوم. أهلاً، صباح الخير. أهلا بك. قبل البداية ننوه مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر. أستاذ تامر، يعني التقرير وضح قليل من المعلومات التي نريد أن نفصل فيها اليوم، ولكن أشار التقرير إلى نقطة مهمة ونجعلها مدخل. يعني هناك كان سؤال، أي الأمرين تفضل، اللعب مع الأب والأم أم عبر الأجهزة الإلكترونية؟ للوهلة الأولى ظننت أن الإجابة ستكون على العكس مما جاءت، وهي اللعب مع الأب والأم. يعني
كيف هو الانطباع عن هذا التقرير وهذا الرد من الأطفال؟ كان الطبيعي نتوقع أن الأجهزة الإلكترونية وألعاب النت بأسلوبها وصوتها والألوان والتقنية اللي فيها اللي يكون أكثر متعة، والحقيقة البيوت بتعاني من دوت. إحنا البيوت على طول بنقول للولد سيب التابلت سيب النت، لكن التقرير والواقع والمشاهدات بتقول أن الأولاد بتفضل اللعب مع الأباء، لكن ما هوش موجود. يعني الواقع بيقول أن الأب والأم بيلعب مع أبنائه، ده شيء نادر جدا. وبعض الأولاد في التقرير قال لا ده من سنة تقريبا، لأن بعض الأباء بيظنوا أن اللعب تقليل من قيمتهم، أن اللعب مضيعة للوقت، أن هم ما بيعرفوش يلعبوا مع الأطفال، أن فرق السن دوت مش هيعرف أن هو يمتع الطفل، وبالتالي بتجيب مشاركة الأباء مع أبنائهم، وبتنحصر العلاقة بين بطل لعب. يعني بتبقى الأب والأم هو الأطفال تلعب، والوالدين بيقولهم بطلوا لعب، مع أن دي وسيلة جيدة جدا وطريقة هامة جدا في المشاركة ما بين الوالدين وتأكيد على القيم التربوية وإصلاح الحرب بالمنزل اللي دايرة بين الأولاد وأبائهم، خصوصا في سن المراهقة وامتدت لسن الطفولة لما ظهرت الأجهزة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية. طيب لو ركزنا على مفهوم التربية من خلال اللعب، هل هناك مفهوم معين يعني غير هذه المقدمة التي أوصلتها لنا؟ بتبسيط أن اللعب شيء في طري وطبيعي عند الأطفال، بيحبوا يلعبوا. أرسله معنا يرتع ويلعب في سيدنا يوسف لما كان إخواته عاوزين ياخدوه، فهو فطري الأولاد بيحبوا يلعبوا. فالتربية باللعب هنا بستغل شيء فطري طبيعي، خصوصا في سن الطفولة، خصوصا في الطفولة لكن هو ممتد حتى الشيخوخة، بستغله واستثمره أن أنا أضع مفاهيم تربوية كما تسمى بطريقة طبيعية وبيحبها الطفل. يعني زي الطفل ما بيحبش يشرب اللبن، فأنا بتحير على هذا الموضوع وبديله حاجات هو بيحبها، مثلا بيحب الآيس كريم، بيحب الكاكاو باللبن، فأنا بحط المفهوم اللي أنا عايزه، المادة اللي أنا عايزها داخل هذه، داخل المشروب هو بيفضله، وبالتالي بتخلى عن ما أحبه أنا، هو الشرح والتوضيح، وأقول له كلمتين وفهمه أهمية بر الوالدين وأهمية الصلاة وأهمية أنه هو يحافظ على غسيل أسنان. ده بحبه الكبار يحبوا الحاجات الواضحة والمباشرة والصريحة، في حين الأطفال يحبوا اللعب ويحبوا التنطيط ويحبوا الأنشطة الغير تقليدية والغير مباشرة. وبالتالي أنا بستخدم ما يحبه الطفل في توصيل ما أرغب أنه هو يصل إلى الطفل. بتخلى بس عن وسائل التقليدية واستخدم وسيلة الطفل بيقول لي أنا بحبها، وهي أنا ههضمها وأنا هستمتع بممارستها. طيب لو كان هناك خصائص للعب ليكون يعني فعالا وتربويا كما ذكرت، يعني هل هناك خصائص معينة في اللعب التربوي؟ اللعب التربوي بيفرق عن اللعب التعليمي، في بعض الناس بتخلط ما بين الأمرين. في اللعب التربوي يعني عايز أوصل مفاهيم تربوية، رقم واحد والأساسي فيه إن ما يكونش ليه عنوان واضح عند الطفل. الرقم اثنين وده مشترك ما بين اللعب التربوي والتعليمي، ان هو يكون المتعة والاستمتاع وجو الإثارة موجود فيها، ما تكونش الألعاب التقليدية، وبالتالي اللعبة المكررة تفقد المتعة. اللعبة المكررة تعمل ملل، اللعبة المكررة تعمل عدم وصول المعنى التربوي. ذكرت عدم وجود عنوان إذا كان في حالة التربوي، في حالة التربوي عدم وجود عنوان، بمعنى يعني ما حطش أحرق الهدف بتاع اللعبة، فأقول إحنا دلوقتي يا أولاد هنلعب لعبة نتعلم منها التعاون. أنا بوسط الفيلم كده، يعني الأفلام العربي القديمة كان يقول وهكذا تأكدنا أن الخير والشر، ده بوظ الفيلم. لكن الأفلام اللي بتقدر تلعب على المستوى النفسي ما بتحطش العنوان ده في الآخر، بتسيب المتلقي هو اللي يحصل على الفايدة من هذه اللعبة. وبالتالي الألعاب التربوية احنا بنقول ان في العاب موجهه وغير موجهه. الالعاب التربويه يفضل انها تكون عشوائيه غير موجهه، بل احيانا يستجد المربي اللعبه اللي بيلعبها الطفل. يعني هو بيلعب لعبه في الاساس وانا اتدخل معه في هذه اللعبه، زي ما بنشوف احدف لي بصيلي بتعملها ازاي، دي جميله قوي، انا بشارك معاه في اللعبه. الا ان ممكن بعض الالعاب التربويه تكون المربي قصدها وهدفها، لكن الهدف في الالعاب التربويه ان هي يظن الطفل ان هي تمت بصوره عشوائيه، ان ما فيش وراها هدف، ما فيش وراها مخزى، لان هو لو عرف في اللعبه ان انا بقول شفته بقى الكذب بيحصل له ايه ومش لاعب معايا تاني، تبقى اللعبه فقدت امتاعها وبقى فيها ضرب من تحت الحزام زي ما بيقولوا وتصفيه حسابات، ده ما هياش لعبه. لكن اللعبه التربويه ان هي على راس اللعب، في وسط اللعب انا بحط معلومه، بحط كلمه جميله، بحط حاجه انا عارفها عن الطفل، شفته بيشرب سجاير وبالتالي لما بلعب دلوقتي في كره القدم مع ابن المراهق ورحت العب معاه في النادي او جبته يلعب معايا في النادي، بقول ان دلوقتي حسيت ان صدري احسن، انا بقيت اجري افضل من الاول، بس
لكن ما ينفعش اقول شفت بقى ان السجاير بتاثر على اللعب، ما هوش جاي معايا نادي تماما خالص بعد كده. ده المفهوم، المفروض ان ما يكونش فيه عناوين للعبه التربويه، ما تكونش هدف اللعبه واضح للطفل لكن واضح للمعلم او للمربي. علشان لو الطفل وضحت له العنوان وحولت اللعبه الى محاضره بعد كده اصبحت رجعت تاني للنظام التقليدي، ممكن يسأم اللعب معي. طيب يعني هل هناك اوقات معينه يفضل اللعب فيها؟ وهنا نتحدث عن اللعب التربوي، يعني اللعب التعليمي سنتطرق له يعني لاحقا. اللعب التربوي بس في محاذير، ان هو ما يبقاش في وقت الجد، يعني وقت المذاكره هو وقت جد الا لو انا انتقلت الى اللعب التعليمي والبعض بيستخدم التعليم في داخل اللعب. لكن وقت اللعب التربوي وقت ما يشاء الطفل، لكن ما يكونش في وقت مهمه يعني مذاكره، وقت المذاكره مذاكره، ما يكونش في اوقات العبادات وقت الصلاه نتوقف عن اللعب علشان يفهم مفهوم الصلاه، ما يكونش في حد نايم علشان ازعجه، ما يكونش قبل النوم في الفتره المسائيه لان ده هيديله نشاط ويمنعني مشكله النوم. يفضل يكون في الفتره الصباحيه عشان يدي لي فترة النشاط. اللعب طبعا زي ما قلنا ما هو غير موجه، اللعب الغير موجه الغير مقصود وهو نشاط حر، يفضل في كون تجمعات الأسرة، دي أوقات حلوة جدا للعب، يعني قبل الأكل. أساس إنها لعبة جماعية. لعبة جماعية. واللعبة الجماعية مش شرط تبقى لعبة معدة ولها قواعد ولها أصول وبعدين بنجيب الأدوات، ده ممكن قبل الأكل أنا بلعب لعبة زي اللعبة بيلعبها الأولاد سبت حد اثنين ثلاثة ونيجي عند الجمعة مين اللي يشيل إيده، دي لعبة ما بتاخدش خمس دقايق على ما بيجهز الأكل أو إحنا في المطعم بنجيب اللعب الأدوات اللي هناكل بيها ولا الأطعمة اللي بيجهزها السفر، لكن دي ممكن تتم بصورة طبيعية جدا ومش محتاجة أدوات. دي بنقصد بيها هي غير مخططة وهو نشاط حر وبيستمتع به الأولاد، بيلعبوا الأولاد الصغيرين طوبة ورقة مقص، طوبة ورقة مقص، بيلعبوا الألعاب من ممكن جدا يشارك فيها الأولاد. إيه الحاجات التربوية اللي ممكن تكون في لعبة زي طوبة ورقة مقص؟ الهدف التربوي الأساسي هو العلاقة الجيدة ما بين الأب والأولاد، هو الألفة ما بين الوالدين، هو حس بالتبسط مع الاب والام، هوش الشخص اللي ما بيشوفوش وبيجي بس عشان يدي الاوامر، وساعات تستغل الام ده وتقول لما يجي بابا هقول له، فهو اصبح رجل عقابات وبالتالي اصبح بيلعب معانا ما بيبقاش هو الشخص المخيف، اصبح في تقارب. ولما تيجي ماما اقول لا اصبحت برضه المخوف. مفيش شرط ان يكون اللعبه لها هدف تربوي كبير، لكن الهدف التربوي اللي ورا الالعاب البسيطه رقم واحد، اجعل الهدف هو انشاء علاقه جيده مع الاطفال. من الممكن أن تنشأ علاقة أخرى، يعني ممكن أقول مثلا إيه الهدف التربوي ورا طوبة، يعني إيه الطوبة، أهمية الطوبة في الحياة ما فيها ملهاش علاقة، لكن اللعب البسيطة دي اللي ملهاش أدوات وهي بيحبها بعض الأولاد في السن الصغير لها أثر بالتأكيد، لها أثر في تقوية العلاقة ما بين الوالدين والأطفال. نعم. طيب يعني ذكرت منذ قليل مثال مثلا على هذه اللعبة، يعني لعبة بسيطة قبل الأكل من الممكن أو في أي وقت خمس دقائق، هل هناك مدة معينة للعب؟ يعني فترة زمنية معينة؟ الأولاد ما بتشبعش من اللعب، يعني هم لو قعدوا يلعبوا طول اليوم مش هيتعبوا ولا هيكلوا ولا هيمل، لكن احنا بنقول ان في بدايات المهام هي دي توقف اللعب. نعم. يعني بدايات المهام دي العصر قرب، وبالتالي ما بدأش بين الظهر والعصر اللعب عشان هيبقى في وقت طويل. او بدايات المهام ان في وقت للمذاكرة والوقت ده يكون محدد، علشان كده بنقول ان الاسره اللي بتلعب مع اولادها لازم يبقى عندها ترس اسمه الحزم، والاسره اللي عند الاسره اللي عندها حزم لازم يكون معاها جزء اسمه اللعب مع الاولاد، علشان كده الحزم يعني توقف وقت اللعب، خلاص الساعه 3 احنا وقفنا اللعب علشان دلوقتي وقت العصر او دلوقتي وقت المذاكره. لكن لو ما فيش الحزم هيبقى ما فيش توقف اللعب، لو ما فيش الحزم هتنشا مشكلات اخرى، احنا قبل ما نحط اللعب عايزين نعالج مشكلة هذه الأسر. نعم. طيب يعني أشرت الآن إلى فكرة الحزم، هل من الممكن أن يكون اللعب استخدامه بسوء استخدام، يعني يكون سلبيا على عكس ما نريد؟ في سلبيات بتظهر في بعض الأسر إن هم أثناء اللعب يظهر مشكلات الكبار، يعني مشكلات الكبار زي إن هو بيحب هو يفوز، عقد نفسية، العقد النفسية مش بمعنى العقد لكن بمعنى يعني وهو الولد بيلعب فإيده جت في منطقة كده، فتبدأ ممكن تضربه، ممكن تشتمه، ممكن تقول انا مش لاعب معاك خالص، انت ما بتعرفش تلعب، واصبح اللعبه اصبحت نكد، اصبحت اللعبه اصبحت ظروف غير جيده، الطفل ما بيحبش يشارك معايا، يقول انا مش هلعب معاها تاني، مع ان هو في الاصل بيحب اللعب وهو بيتمنى اللعب، بيفضل اللعب مع الاب والام اكتر من الاجهزه الالكترونيه والجيمز على عكس ما
هو معروف، لكن بعض الآباء بيفسدوا هذه اللعبة وهذه الوسيلة الجيدة، هذه الوسيلة التربوية، إنه يطلعوا مشكلاتهم النفسية، إن هم مثلا يحبوا يفوزوا دايما، إن هم يأننوا على نفسهم، ياخدوا اللعبة لنفسهم. وده بنشوف في اليوم الأول في رياض الأطفال، إن هم يبقوا كثير التوجيه للطفل في رياض الأطفال. بعض المؤسسات والمدارس بتخلي يوم كده يعني معايشة. ممتع معايشة للأطفال، وتخلي بعض الألعاب، فنلاقي أولياء الأمور اللي مسموح ليهم في التواجد في اليوم الأول يقولوا للأولاد العب دي، سيب دي، ما تعملش بالطريقة الفلانية. أنا قلت لك ممكن يعاقب الولد لأنه هو مفس مثلا في لعبة الكراسي، أو ينظر نظر التأنيب، أو ما كانش العشم أن أنت تخسر في اللعبة دي، أو مش عارف تنشن كويس. كل دي مشكلات ممكن تحول اللعب إلى مشكلة سلبية. نعم. طيب ألعاب الفيديو والأجهزة الذكية كما أشار التقرير، يعني كما أنكر كثير من الأولاد أن اللعبة المفضلة لديهم إذا خير هي اللعب مع الأب والأم، يعني هي كثيرا ما تقيد الطفل بمكان محدد. هناك أيضا مشاركة من قبل بعض الأهالي، حسنا يعني بما أن الموضوع ممتع للأطفال فالمشاركة هنا يعني لا بأس بها، لكن إذا خيرنا ما بين الحركية، المشاركة في الحركية والمشاركة في ألعاب الأجهزة الإلكترونية، لو في تخيير هيبقى الألعاب الحركية أقوى، لأن كل الشاشات القاعدة كل الشاشات هي مضرة، خصوصا إحنا بنتكلم على الأطفال، فتعرضهم للشاشات بيكون مضر. لكن لو هقارن هيبقى طبعا الألعاب الحركية أقوى، فيها معايشة أكتر، فيها رصد للمشكلات، لدرجة بعض الأخصائيين بيستخدموا الألعاب الحركية في رصد وتشخيص المشكلات النفسية للأطفال، تشخيص وعلاج. وبالتالي الألعاب الحركية مع الوالدين فيها حركة، فيها استخدام لجسم أكتر، عضلات أكتر، بنلعب بالأجهزة الإلكترونية بنستخدم صوابعنا، بنستخدم يعني جسمنا حتى لو فيها الألعاب الحركية بدرجة أبسط. لكن الألعاب الحركية ممكن تتعدى حدود المنزل، ممكن تبقى في حدود صحيح ضيقة، لكن فيها تواصل جسدي وبصري وتآزر حركي أكتر، بتنمي مهارات حركية وجسمية وبصرية، بتراعي أنواع ذكاءات الأطفال متعددة. زي ما احنا عارفين ما فيش أصبح ذكاء واحد، آي كيو واحد رقم للذكاء، لكن هو ذكاءات متعددة من ضمنها الذكاء الحركي اللي ممكن الألعاب دي تقضي لي على الفروق الفردية اللي خاصة بالأطفال، زي الطفل اللي بيعرف مثلا رد فعله أسرع في الجيمز، لكن ممكن في الألعاب الحركية أعدي الفرق الفردي دوت بصورة أكبر، فاللعبة مش محتاجة رد فعل سريع حسب اللعبة اللي بيستخدمها الأب أو الأم. طيب لو تحدثنا عن شروط خاصة بالألعاب بشكل عام، هل هناك يعني شروط يجب أن تتوافر؟ الشرط الأساسي والأول هو الهدف من اللعبة التربوية، إن هو الاستمتاع، إن الطفل يكون بيحبها، الطفل يكون بيستمتع باللعب بهذه اللعبة. ما فرضش أنا عليه لعبة، عشان كده بنشوف بعض الأسر بتشتكي يقول أنا ابني بيلعب سباحة وقرر وحلف يمين ثلاثة ما هو رايح السباحة تاني، وأنا بغصب عليه علشان ياخد الميدالية دي، ما أصبحتش لعبة، أصبحت مهمة، أصبحت زيها زي درس العربي، زي درس الرياضيات. يبقى هدف اللعبة الأساسية إن الطفل يستمتع بهذه اللعبة، الطفل بيحب هذه اللعبة. أحد الشروط الأخرى خاصة باللعب، لو أنا هستخدم أدوات، إن هي تكون ملائمة لسن الطفل، ما فيهاش خطورة عليه، ما فيهاش مواد مضرة، خصوصا الألعاب البلاستيكية اللي ممكن تكون مصنوعة من مواد مضرة للأطفال، ما فيهاش مواد حادة، البعض بيستخدم الأسهم، وفي بعض الإصابات حصلت مع الأطفال، لازم أراعي كويس حالة الأمان العضوي أو البدني الخاص بالأطفال. نعم. طيب هل تختلف يعني هذه الخصائص وهذه الشروط على حسب المرحلة العمرية للطفل؟ فأكيد لو مراحل الطفلية العمرية خاصة بالأطفال، الحاجات البارزة اللي فيها حادة زي الأسهم ما ضربنا مثال، مع الثانوي والإعدادي فيها أمان أكتر، إنه يقدروا يحموا نفسهم، الأطفال ما يعرفوش يستخدموا دوت، خطورة المواد الحادة في الأقلام والمواد البارزة ممكن تسبب لهم خطورة. الحركة في أماكن ضيقة للأطفال الصغيرين بيخطوا كتير في راسهم في الترابيزات والسفرة والأماكن دي، عشان كده الألعاب الحركية يفضل لو أمكن تكون في أماكن مفتوحة. في الويك إند بخرج مع الأولاد، لكن ده لا يمنع أن في أي مكان وفي أي وقت من الممكن تكون معايا ألعاب حركية. طيب الأنواع، لو نتحدث على الأنواع وأيضا بما يناسب كل بيئة، يعني أنواع الألعاب، في ألعاب الحركية اللي فيها الجري واللعب والتنطيط، ودي بيفضلها السن الصغير بدرجة مهولة، وبالعكس ما يفضلش الألعاب اللي جوه أماكن مغلقة، يعني لو هيفضل هيكون الحركة ليه أفضل، هو المسابقات الجري وشد الحبل والتنطيط والحد في الكرة والكور بأنواعها، كل دي في المساحات الخضراء الجميلة. في ألعاب الخاصة بالأقلام زي ألعاب التلوين والرسم وولد بنت، دي لعبة معروفة يحبها الأولاد في السن الأصغر، مع أن الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية عدت دي بمراحل، لكن لا زال الأطفال يحبوا اللعب مع أبائهم ومدرسينهم في ألعاب تربوية خاصة بالورقة والقلم.
من السلبيات ان بعض الالعاب الخاصه بالورقه والقلم من الممكن تكون غير تربويه، يعني فيها سب، فيها حظوظ، ويعني مفهوم ان الدنيا حظ مش اجتهاد ولعب. زي ما بيقول انت تتجوزي محامي، انت تتجوز، دي حاجات خاصه بالاقدار. من الممكن ان ابدل هذه الالعاب بغيرها. الالعاب الخاصه بالاقلام متعدده جدا وبتصلح اكتر للسن الصغير الابتدائي. الالعاب الخاصه بالاوراق زي الالعاب الخاصه بالحظ زي الناردو والكوتشينه والالعاب دي كلها بيحبها الاولاد في سن الاعدادي. الالعاب الخاصه بالفوازير بتبقى حلوه قوي في مرحله طفوله متاخره اللي هو رابع وخامس وسادس وبدايه المرحله الاعداديه كلها اللي هي مراهقه مبكره، يحبوا جدا الالعاب الخاصه بالفوازير والنكت اللي فيها فزوره، دي العاب جيده ليها. الالعاب التركيب والفك والبازل والمكان، ودي خاصه بالسن الصغير، دي جميله جدا لو انا هشارك فيها الالعاب. كل العاب الدمى والتمثيل والتحريك زي العرايس ومسرح العرايس والعربيات اللي تتحرك والاطارات اللي تتحرك، خاصه باللعب الاهامي والسن الاصغر اللي هو مرحله طفوله مبكره وبدايه المرحله الوسطى. طيب جميل، نتوقف الآن معك أستاذ تامر. مع إن كان اللعب عنصرا رئيسا من عناصر التربية السليمة، فما موقعه من العملية التعليمية؟ اللقاءات التالية تحاول الإجابة على هذا السؤال، نتابع. التعلم باللعب هو أسلوب من أساليب التعلم السريع، وهي عملية الحصول على المعلومة بحواس الجسم سواء البصر أم الأذن، الحركة، الحصول على المعلومة بهذه بأكثر من طريقة يرسخ ثبوت المعلومة عند الطالب ويجعل الطالب يتذكر هذه المعلومة مدة زمنية أطول. النهاردة كان درسنا عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، عملنا الدرس عن طريق الألعاب. طبعا الألعاب أحسن في التعليم، بنحس أنها بتثبت المعلومة. مثلا لو أنا دخلت اختبار باختبارات، أنا هفتكر اللعبة اللي أنا لعبتها، هفتكرها في الحصة مثلاً كذا، وأكون سهل أن أرجعها بسرعة أحسن من أدرسها دراسة عادية. أن التعلم بالألعاب يسهل علينا البحث عن المعلومات والوصول إليها بشكل أسهل، ويحفزني على روح التنافس بين الطلاب. التعليم بالألعاب بينما عندنا روح المنافسة، فبيكون في مجموعة من المجموعات هي واحدة بس اللي بتفوز، فكل كل أفراد المجموعة بيحاولوا إن هم اللي يكونوا كسبانين، فبيساعدوا بعض وبنحاول نكسب. وطبعا بيثبت لنا المعلومة أكتر، يعني لما بروح أدرس في البيت بلاقي إن المعلومة على طول استدركتها على طول من حصة أنا لعبت فيها ألعاب. هذا هو رأي البعض في التعليم من خلال اللعب، وإن كانت هذه الفئة العمرية فئة كبيرة. أستاذ تامر، يعني تعليق لك على كل الإجابات التي وردت بالتقرير. إحنا شفنا وجمال التقرير أنه في سن أكبر. نعم. وبالتالي إحنا الألعاب التربوية والألعاب التعليمية ليس لها سن، بل على عكس أحد الكلمات المشهورة اللي بتقول أن ساعة لعب مع شخص أبرك من سنة كلام علشان أتعرف عليه أو علشان أوصل له مفهوم. سنة ممكن ما يوصلش مفهوم، لكن ساعة واحدة من اللعب توصل مفاهيم. البعض بيعتقد أن الألعاب التعليمية والتربوية مع السن الأصغر أكثر فعالية، هي بس موافقة لمرحلتهم العمرين، هم بيحبوا اللعب وطاقتهم للعب أكثر، لكن هي لا تتوقف فوائدها مع السن الأكبر في الإعدادي والثانوي، بل حتى على المستويات الجامعية والكبار. يعني إحنا حتى في الكبار بنقول يعني لازم تلاعب الطفل اللي جواك، تحرر طاقة الطفل اللي جواك علشان كبت هذه المرحلة أو كبت هذه الحالة من حالات الذات، هي حالة الطفل لازم تتحرك علشان تخرج، وبالتالي بيحصل استمتاع ملهاش سن خالص. زي ما الأولاد قالوا في التقرير، التنافس بيكون مع الأولاد، وعلشان أديهم 10 محاضرات عن التنافس وقبول الهزيمة والتواضع عند النصر، ده كلام نظري جدا لكن هشوفه بصورة عملية لما أعمل وأحضر مادة تعليمية. كمان ده بيرجع للمعلم لما يحضر المادة التعليمية بتاعته ويوجد ليها لعبة، ودي حالة ابتكارية، حالة عايزة ابتكار وتجديد وتجويد من المدرس ومن المعلم، ده بيديله تمكن أكتر من المادة التعليمية، وبالتالي الأولاد بيستمتعوا وبيستفيدوا علميا. هيفرق المادة اللعب التعليمي عن اللعب التربوي إن هنا في تحضير مسبق جيد. هناك عنوان، في عنوان هو عنوان الدرس وعنوان المادة، عشان كده من أحد الشروط، احنا قلنا في الشروط الخاصة باللعبة التربوية، لكن شروط اللعبة التعليمية إن هي تكون موافقة لأهداف المنهج، منهج العلوم، منهج الرياضيات، منهج اللغة الإنجليزية، المدرس عنده أهداف هو بيحققها
بيحط في هدف اللعبه دي في اللعبه ديت موافقه للاهداف بتاعه الرياضيات. يعني مثلا ان هو يتعامل مع المساحات بشكل جيد. في مثلا في الرياضيات الاولاد تقول سؤال انا هستفيد بده ايه، يعني باخد الرياضه دي هعمل ايه في حياتي. لكن لما يحاول المدرس الماده التعليميه مثلا قياس المساحات الى لعبه ويعمل منافسه ما بين اثنين في مساحات الفصل او مساحات الملعب او مساحات المدرسه ويديهم الادوات ويقيس بالوقت كده، استفاد الاولاد عن طريق المنافسه ان هم يستخدموا القياس ورفع المساحات ان هم يقدروا يعرفوا مساحات اي مكان، وبالتالي السؤال بتاعنا هستفيد بالمعلومه الماديه البحته ديت العلميه تعلمه في بشكل إيه؟ عملي هو شافها واستمتع بيها، وزي ما قال الطالب لن تفقد من الذاكره، اصبح فيها استمتاع. كمان خرجت بره حدود الفصل والصوره التقليديه اللي بيتعامل بيها الاولاد. الحاجه الثانيه الاهم ان اللعبه التعليميه لا تخلو من توجيهات تربويه، فانا هشوف الفاظ غير مناسبه من ممكن تتقال، مشاحنه ما بين الاولاد، انطواء، عزوف، قياده، كل هذه الامور بترصد داخل الالعاب التعليميه لم تكن ترصد داخل الاسلوب التقليدي بتاع الشرح والتلقين. الاولاد قاعده بتسمع ماده جافه، خصوصا بعض المواد بتبقى جافه شويه على الاطفال، لكن اللعبه التعليميه كسرت هذا الجمود. الحاجه الثانيه اللعبه التعليميه زوبت كتير من الفروق الفرديه. فاللغه مثلا عند الاطفال الفرق العنصر اللغوي ان هو يحب يعبر باللغه، انا اشعر انني سعيد، الليل الملون بالسواد. مش كل الاطفال تقدر تستخدم اللغه، في اولاد ما عندهاش مهارات لغويه، وده احد اشكال الذكاء، ذكاء اللغوي مرتفع في طفل ذكاء اللغوي منخفض. لكن اللعبه بتدوب لي كتير من الفروق دي، تخلي الاولاد كلهم مشتركين في الحركه، الكل بيقدر يجري ويتحرك ويتفاعل، وعنده الذكاء الشخصي، الذكاء الشخصي هو يقدر يقود مجموعه، عنده ذكاء اجتماعي يقدر يتفاعل مع مجموعه، عنده ذكاء الموسيقي، فانا ما اقول هلعب مع توقف الطبله او مع توقف الموسيقى او مع الصفاره. كل دي خلت الذكاء اللغوي اللي فيه فروق بين ما بين الاولاد يدوب، ونقول احنا هنشيع الذكاء دوت على حركي وموسيقي وشخصي واجتماعي. وبالتالي في اثناء ممارسه اللعبه التعليميه الاقي ان عدد الاولاد اللي بيشاركوا في التعلم اكتر من الاولاد اللي بيشاركوا في الصوره التقليديه. الصوره التقليديه هلاقي الاثنين ثلاثه الشاطرين في الماده، لكن الالعاب هيصبح الاثنين ثلاثة دول 20 من الفصل، 30 من الفصل، كل الفصل ما عدا واحد والاثنين اللي عنده الانطواء اللي بسهولة هرصدهم وأقول دول عندهم مشكلة أو دول عندهم أزمة، هيتدخل معايا الأخصائي النفسي. يعني هناك كثير من الإيجابيات أيضا خاصة بالتربوي أو المدرس، من الممكن طبعا أن يستعين بحل المشاكل من خلال التعليم بالتأكيد. أحد المدارس اللي كانت بتستدعيني في استشارات تربوية ونفسية بيظنوا للأسف حتى الأخصائيين والمديرين أنا هخش أقول كلمة، لكن في أول تعامل لي في إرشاد أو توجيه تربوي للمدرسة أنا باخد البريك أو الفسحة، أنا بقعد من مكان أبص على الأولاد اللي بتلعب، ده أفضل مكان أقدر أشوف مين الأولاد اللي عندهم مشكلات، فاللي قاعد لوحدهم هو المنطوي اللي العدواني باين جدا، الأكثر حركية هو اللي باين عنده حركة. كمان من الفوائد اللي هذكرها في التعلم باللعب إن هي الأولاد اللي عندها فرط حركة ونشاط زايد وتشتت انتباه، كل دوت بيدوب لما انا العب اعمل اللعبه التعليميه او حتى اللعبه التربويه. الاولاد اللي عندها نشاط زايد، نصيحه للمدرسين توقف عن الاسلوب التقليدي، لان هيخلي الولد اللي عنده نشاط زايد او فرط حركه طفل سيء، طفل مشاكس، طفل بيعطل الحصه، طفل بيعطل العمليه التعليميه، في حين انا لو نقلته للعبه اصبح بالعكس هو المميز في هذه اللعبه والمميز طيب في الماده التعليميه. هل يناسب يا دكتور تامر، هل يناسب هذا الاسلوب كل الطلبه؟ يعني من الممكن ان يكون هذا اسلوب رائع جدا ومثالي للطفل الذي لديه فرط في الحركه، لكن ماذا عن الطفل الذي يحب بطبعه التعليم التقليدي مثلا على سبيل المثال؟ الطفل ده موجود في كواكب اخرى غير كوكب الارض. كل الاطفال تحب اللعب، كل الاطفال تحب الحركه، كل الاطفال تفضل اللا تقليديه، علشان كده هم بيلجأوا للتابلت والشاشات التلفزيون. علشان كده بعض المدارس الشاطره والمدرسين الشاطرين اصبحوا بيدخلوا الفيديوز وبيدخلوا الالعاب الحركيه داخل حصتهم عشان يكسروا الملل. علشان كده الدراسات بتقول لنا ان الطفل ما بيستحملش كلام ورغي 15 دقيقة، علشان كده الحصص الدراسية 45 دقيقة، فهو صحيح. المطلوب مع العدد من الطلاب وظروف البيئة التعليمية في معظم بلادنا العربية انه يقعد 45 دقيقة بيستمع، فلما الاقي طفل ما بيحبش اللعب يقول لا انا بحب الشرح، هنا علامة استفهام كبيرة. وبالتالي ان المدرس الشاطر هو بيتنوع حتى ما بين الاسلوب اللعب واسلوب التقليدي، ولا يخلو اللعب التعليمي من اسلوب تقليدي. طيب. يعني اثناء اللعبه المدرس هنا غير التعليم غير التربوي، المدرس التعليمي بيقول
هنا بقى شفنا ازاي ان ثاني اكسيد الكربون في تفاعله مع الماده الفلانيه يثبت حاله في هذه الحاله غير التربوي. طيب معنا اثبات حاله ايضا من خلال الهاتف، ومعنا السيد سعد من الكويت، اهلا بك. يا هلا بيك ومية هلا ومرحبا باختصار يا استاذة. تفضل. اولا استاذة انا اتمنى اعود طفلا، ولكن يا استاذة التربية الطفل هي اساس البنية التحتية، ولكن هناك يتيم الابوين من يربيه؟ اخيرا يا استاذة ابعد الله عنا وعنكم الهم والغم والآلام والهموم، تحياتي لكم وللبرنامج. شكرا لك سيد سعد من الكويت، ومن منا لا يتمنى أن يعود طفلا؟ سيد سعد لست وحدك بالتأكيد. نستكمل ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا، ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتحدث اليوم عن التعليم والتربية من خلال اللعب. أما الآن نتوقف مع تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، ينقلها إلينا الزميل عمر فياض. صباح الخير يا عمر. صباح النور أسماء، أهلا بك يا أسماء وأهلا بالضيف الكريم. بالنسبة لي اللعب وكيفية اللعب مع الأبناء وما هو الجيد من هذه الألعاب أو من طرق اللعب للأبناء من غيرها، أو ما هو مضر أيضا، هناك إجابات مختلفة على السؤال الذي يقول كيف يمكن أن نعود الأطفال على الألعاب التربوية والحركية في عصر الأجهزة الذكية. على هذا السؤال وردنا إجابتين. هذا المشارك يقول أعلم ابني كيف يصنع جهازا ذكيا ولا أعلمه كيف يجلس عليه أي يستخدمه، نذهب أو يكثر من تضييع الوقت عليه. نذهب إلى هذه الإجابة أيضا من راما تقول لا تجيب له أيباد. يبدو إذن أن الأجهزة الذكية لا يحبب الآباء أن تشغل أبنائهم. أما على الجزء الآخر من السؤال وهي اللعبة التي يلح عليها الطفل أن يلعبها مع الأب، ما هي هذه اللعبة وهل يشارك الأب في ذلك أم لا؟ فنذهب إلى هذه الإجابة لبرهان الدولة، يقول مصارع وضرب أكثر لعبة يفضل أن ألعبها مع، ولكن لا أعرف كيف أن يصارع الأب ابنه أو يلعب معه مع هذا التكافؤ الجسدي أو حتى في القوة. الغيث أحمد يقول لعبة الاختباء من قصف الطائرات ربما تكون إحدى الألعاب الإلكترونية، ولا أعلم ما سبب اختيار الأب لهذه اللعبة لابنه أو اختيار الابن أيضا لهذه اللعبة. أكتفي بهذه الإجابات، أعود مرة أخرى إلى الزميلة أسماء. ربما هي ليست لعبة، ربما يشير يعني التعليق إلى أنها حقيقة. نعم. واقع بالفعل. شكرا عمر وشكرا لكل من شارك معنا اليوم. أستاذ تامر، يعني هناك تعليق استوقفني لا تجيب له أيباد، أيضا تعليق آخر علق عليه عمر وهو المصارعة. سأل عمر كيف التكافؤ بين الأب والابن في المصارعة، نجيب على الأمر. وأيضا لعبة الاختباء من نعم. الإشارات الجميلة. المصارعة فعلا من الألعاب اللي يحبها الذكور مع أبائهم، وبتبين عضلاتهم وتبين مهاراتهم وتعمل الليونة، لكن الأب بينزل طبعا لسن الطفل، منها اللي يشيله ويطرحه أرضا، والطفل يحاول يشيل الأب والأب لكن يحاول. ليست مصارعة بمعنى مصارعة حقيقية، لكن هو الولد بيشوفها مصارعة حقيقية، بيشوفها أنه بيحاول يواجه هذا الأب. دي من الألعاب الممتعة جدا بين الأباء وأبنائهم الذكور. من الألعاب الجميلة أكد من لعبة الاختباء، وإن كانت طبعا تشير إلى بلادنا المنكوبة، يا ربنا يفك الكرب عن الجميع، لكن فكرتني الكلمة بلعبة الاستغماية. لعبة الاستغماية أو الغميضة، إن هو أنا أستخبى والطفل يبحث عني، من الألعاب الرائعة ما قبل سن المدرسة، مهمة جدا، بل مهمة اللي ما لعبهاش يلعبها مع الأطفال، لأنه حتى لو مر الوقت يعني نلعب اللعبة ديت. لعبة جميلة لسن الصغير، لأنها بتدرب الأولاد إن كل مستخبي مصيره يبان تاني، اللي مش لاقيه هلاقيه مرة تانية. من الممكن ان ماما تختفي شوية او بابا يختفي بعض الوقت، حتى الاطفال الصغيرين ما قبل سن المناغاة بنعمل لهم كده اللي هي الحركة البخ ديت، ونقول لهم معناها ان ممكن اختفي لكن انا هرجع مرة تانية. مائن. هي احيانا بتسمى جزء من الفطام النفسي مع الاولاد الصغيرين،
علشان استعدادهم للذهاب للمدرسة، وبتقلل جدا مشاكل اليوم الأول في الذهاب للمدرسة. إن أنا هستكبى شوية لكن بعد فترة إحنا بنلتقي مرة تانية. طيب. البعض الأولاد بقى بيجودوها ويعملوا 10 20 ويستكبوا لفترات يمكن أطول من كده. المصارعة جيدة جدا. التعليق بتاع إخفاء الآيباد، نعم، لا هو يعني هو رفض فكرة الآيباد من الأساس أو الأجهزة الإلكترونية. نعم. عدم شراء، يعني هذا ذكرني قديما بعض البيوت كانت قديما يعني قبل الأجهزة الإلكترونية كانت تصر على عدم مثلا وجود التلفاز في المنزل. نعم. يعني لا يستخدمونه مطلقا ويقولون أن الحياة تسير، فما المانع أن لا نستخدم أيضا الأجهزة الإلكترونية وتسير الحياة كما كانت؟ لو في إمكاني أشتريه والطفل عارف أني في إمكاني أشتريه وهو في مدرسة أصحابه عندهم وفي جيران وقرايب وأنا في إمكاني لازم أشتري الأجهزة الإلكترونية، لأن الأسر لما كانش عندها تلفزيونات أذكر أحد الأسر ما كانش عندها تلفزيونات جت في زيارة عندي وأنا شايف الطفل بيتفرج على التلفزيون وهو منبهر، هو ما فيش عنده تلفزيون، هو منبهر جدا، وأنا لما يعني قلت له تعالى هو شاف أن أنا موجود فقال لي استغفر الله، هو بيشوف بس يعني عاوز يتجمل كأن بدربه على أن هو يعني يبان بوشين، فهو قدام الوالد والأسرة أنا بحبش تلفزيون ده شيء وحش ومش عايزين نشتريه، لكن بنشوفهم بقى في السايبر، بنشوفهم في القهاوي، بنشوفهم في بيوت أصحابهم، بنعمل مشكلة. فإحنا عندنا الواقع الاجتماعي أصبح ده جهاز إلكتروني وتطور علمي وهو موجود، وأصبح في بعض المدارس بنستخدم سلبيات والإيجابيات، أنا بتعامل مع السلبيات، ما ينفعش أقول لا أنا مش هستخدم دوت والطفل بيجريني يقول أنا مش هستخدم دوت، وهو مطلوب منه في المدرسة في بعض المدارس وهو عند أصحابه وهو في السايبر وهو في الكافيه وهو موجود في كل وسائل الوقت، يعني بسهولة جدا يحصل عليه، هو موجود بيخبيه تحت البطانية وبيخبيه جوه المكتب. لكن لو أنا أقدر أقلل من التواجد على الأجهزة الإلكترونية ده شيء جيد جدا، ولن أستطيع أن أقلل من التواجد على الأجهزة الإلكترونية لو ما عنديش بدائل. نعم. جوه البديل. طيب هذا البديل الذي تتحدث عنه أستاذ تامر وهو قلنا أن اللعب من للتربية وللتعليم أيضا، وربما أجد أنا صعوبة كولي أمر مثلا خاصة في السن الصغير، يعني إذا كان هناك لعب فترة للتربية ليس مشروطا وليس له سقف وليس له عنوان وأتينا إلى اللعب للتعليم، كيف أستطيع أن أفصل كولي أمر؟ نعم، يعني لا الطفل كيف يستطيع أن يفصل أو كيف أستطيع أن أدخل في ذهني أن هناك فصل بين هذه الحالة وهذه الحالة، خاصة أن الحالة الثانية الخاصة بالتعليم أشرت أن يجب أن تكون لها قواعد وعنوان. نعم. أخذ منك الإجابة، ولكن معنا اتصال من السيد محمود من قطر، أهلا بك. أهلا وسهلا، أنا بس كان لي اتصال من الدكتور تامر بخصوص موضوع لعب الأطفال مع بعض في البيت وفكرة المشاكل اللي بتنتج عن فكرة اللعب وعدم تواصلهم لفكرة إن هم يقدروا يوزعوا أدوار فيما بينهم. إزاي الواحد يقدر يعالج الجزئية دي بشكل جيد بحيث إن هم في النهاية ما يبقاش فيه أي مشاكل تنتج عن فكرة اللعب يعني. النقطة الثانية اللي كنت عاوز استفسر عنها خاصة بموضوع بنتي عندها حوالي تقريبا سنتين وكان في مشكلة بالنسبة لها خاصة إن هي موضوع دايما ان هي اي حاجه بترفضها بترميها على الارض بشكل عنيف جدا. يعني لما مثلا هي تبقى عايزه مثلا تاكل حاجه معينه لو هي زودت فيها وكده الواحد لو حاول ياخدها منها ويرجعها لها تاني بتقابل الموضوع ان هي ترمي الطبق على الارض او الاكل على الارض، اي حاجه بشكل عام بتتعامل معها بعنف ان هي ترميها وما بتتقبلش الموضوع ان هي بشكل جيد يعني. فالواحد ازاي يعالج الموضوع ده؟ طيب شكرا لاتصالك، ان شاء الله يجيبك دكتور تامر، تفضل. الالعاب بتاع الاولاد اللي جوه البيت بتنشئ مشاكل، اي لعبه بتنشئ مشاكل، لكن اغلب الالعاب اللي بتنشئ مشاكل الاب والام مش مشاركين فيها. موضوع الحلقه هو ازاي الوالدين يشاركوا مع الاولاد، اول ما انا بجيب بتنشا المشكلات. طيب لما تنشا مشكلات داخل البيت كان في بيت مش في مدرسه، جوه البيت على قد ما استطيع اتغافل عن المشكلات ما لم تنشا ضرر او يظهر سباب أو يستغيث أحد الأولاد، يعني أقول الحقوني خلاص فلازم ألحق أشوف إيه اللي ممكن يحصل، أو أسمع سب لازم أتدخل بسرعة وهنا هيتحول اللعبة إلى تعليم، أقول لا ما ينفعش أقول اللفظة ديت وممكن أحرم من اللعبة لوقت وبعدين أرجعها تاني. الجزء الأساس الأولاني اللي ينشأ فيه خطورة، يعني فيه خطر، حاجة فرقعت، حاجة وقعت، حاجة هبدت، لازم بسرعة أتدخل، لكن عشان اللعب يكون ممتع مع الأولاد اللي هم يلعبوا في وقت اللعب يعني الوقت المحدد أشارك أنا معاهم على قد ما أقدر،
اتغافل بقدر المستطاع عن كل المشكلات اللي ما فيهاش خطوره او سب او حاجات فرقعت او اتضربت او حد بيستكيس. اتحمل يعني. اتحمل اتغافل يعني. طيب أطنش. سنتين وترفض بعنف اذا ما يعني يعني حسها فكره كرامه خدت مني طب مش عايزه يعني. وده بيقول لنا ان الاطفال الصغيرين ما اخطفش منهم. ما زودش فيه حرمانهم، يعني الاولاد اللي بتقول انا مش انا عايزه 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 وانا اكتر كلمه لا، فبالتالي بنقول للاباء والامهات قللوا كلمه لا مع السن الصغير، يعني الاساس مع السن الصغير ايوه ممكن حاضر اوكي ان شاء الله طيب، كل دوت متاح مع السن الصغير مع قليل من اللا. الكتر اللا مع الاطفال الصغيرين بيعمل عندهم الحاله ديت، خطف الاشياء من الاطفال الصغيرين بيعمل عندهم الحاله ديت. طب لو انا ما بعملش دوت والطفل بقى بيرمي بمنتهى البساطه زي غارت امكم كده، انا هاخد الحاجات اللي وقعت وانا اشيلها بمنتهى البساطه جدا مع لوم بسيط بسيط في السن الصغير اللي هو زي كلمه كخ لا بدون تقريع او تانيب شديد، بس اقولها كان حتى بقولها لنفسي واخد الحاجات اللي اترمت دي بس بشرط الا اعيدها للطفل مره ثانيه، ما رجعش للطفل حاجه اللي رماها خالص. من العمر سنتين يعني الله يبارك فيها. طيب سالنا سؤال وسريعا تكون الاجابه دكتور تامر، الفصل كيف بين التربوي والتعليمي ونصائح جملة بشكل سريع أخيرة في دقيقة واحدة. علشان أفصل بين التربوي والتعليمي لازم الترس اللي اسمه الحزم، يعني دلوقتي انتهى وقت اللعب وإحنا دلوقتي هنرجع للمذاكرة، وجوه المذاكرة ممكن تبدأ العملية التعليمية. كمان لازم يكون عندي أدوات علشان أمارس بيها التربوي والتعليمي، من غير أدوات أنا هبقى محتار، من عارف أمارس تربوي ولا عارف أمارس تعليمي، هعمل باراشوت بس انزل على اللي بيلعبوا الاولاد، هم بيعملوا لعبه حتى ولو بايديهم وبحركات انا هستخدم اللي هم بيلعبوا. النصايح السريعه من نفس الكلمه ديت لازم يبقى عندي ادوات العب بيها، يعني ما ينفعش البيت ما فيهوش كور، ما ينفعش البيت ما فيهوش الصلصال، ما فيهوش المكعبات، ما فيهوش الخرز، ما فيهوش الخيوط، ما فيهوش العرايس. ليست رفاهيه. ده اساسي في التربيه. صحيح. واساسي في التعليم. زي ما اروح مدرسه يقولوا حل لي مشكله الاولاد المنطويين، الاولاد اللي عندهم عدوان. بعجز تماما لما لقيش ادوات، هعمل ايه؟ يعني هديهم خطبه جمعه، هديهم بقى ندوه عن العدوان، وده لا يصلح ابدا مع المدارس، بعتذر لهذه المدارس اللي ما فيهاش ادوات. وكان الله في عون المدارس اللي فيها اخصائيين اجتماعيين ونفسيين مطالب منهم ان يحلوا مشكلات وليس عندهم ادوات. لازم يجيب مفهوم ان اللعب هو في حصه الالعاب، كل الحصص كل المواد هي فيها الالعاب، هي حصه الالعاب دي اسمها الحقيقه التربيه الرياضيه، ما اسمهاش العاب. الالعاب هي اللعب هو في كل المواد التعليميه في كل المواد. بما فيها ماده التربيه الرياضيه بتركز على الالعاب الحركيه. لكن كل المدرسين ونصيحه لمدير المدارس ارجوكم ادوهم يعني ماده علشان يشتروا هذه الادوات. بعض المدرسين الشاطرين اللي عارفين اهميه التربيه باللعب والتعليم باللعب بيشتروا هذه الادوات على حسابهم. المدرس الشاطر بيتصرف، وحتى في البيت وحتى في المدرسه بنقول الشطره تغزل برجل اسد، يتصرف علشان احول العمليه التعليميه الى متعه، وده كل المدارس الحديثه بتتوجه الى ده دلوقتي. المدرس الشاطر يتصرف والمدير الاشطر يتصرف لهم علشان احقق نجاحات وتقل المشكلات. على فكره ده مش مال مهدر، بعض المدرسين والمديرين يفتكروا ان دي فلوس هتضيع، لكن هي كل الفلوس اللي انا بصرفها على العاب تعليميه العاب تربويه مش بس الكور لماده التربيه الرياضيه، هي هتقلل لي المشكلات، هتقلل لي العدوان، هتقلل لي التدخين، هتقلل لي الشجار ما بين الاولاد. دي فلوس راجعه تاني للعمليه التعليميه وللمدرسه وللمجتمع. اذا الصرف في محله. بهذا ينتهي لقاء اليوم من ساعه صباح، نشكر ضيفنا الاخصائي النفسي والتربوي تامر جمال، كما نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعه، نرجو لكم صباحا جميلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.